نظمت وزارة الداخلية احتفالية بمناسبة العام الثالث على مبادرة جيل جديد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لترسيخ شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة لقيم الولاء والانتماء. وساهمت المبادرة في الارتقاء بأفكارهم وثقافاتهم وتعريفهم بالمشروعات القومية عبر منتدياتها المختلفة والتي استضافتها بعدد من المحافظات. استطاعت مبادرة جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية أن ترسخ في شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة القيم الاجتماعية والوطنية وقيم الولاء والانتماء. منذ أن أطلقتها وزارة الداخلية لبناء الإنسان في هذه المناطق ثقافياً وفكرياً، وبمناسبة بداية العام الثالث للمبادرة نظمت الوزارة احتفالية بمنتجع عين الحياة التابع للوزارة بمنطقة الفسطاط. استمتع خلالها شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة بالألعاب الترفيهية. لما تشوف أفضل حالفين يحمو يا ابن اليوم الدين، وليك يا مصري رد الدين لأجل بلدنا من الأعمار. النهارده بنحتفل بالعام الجديد الثالث، وفخورة جدا ان انا في مبادرة الجيل الجديد. تعلمت ان انا ابقى عندي مشاركة ايجابية، وتعلمت ان ابقى عندي طموح، فبجد فرحانة جدا وبشكر سيادة الرئيس. دي تالت سنة في مبادرة ضمنا فيها، الصراحة فخور قوي وشفت حاجات وتعلمت حاجات وانا قادر اكمل عشان احقق حلمي. المبادرة التي استطاعت تشكيل وجدان الشباب وزرعت فيهم الامل والحلم والتحدي وغيرت حياتهم للافضل تضمنت احتفالية بداية عامها الثالث حلقات نقاشية عبر خلالها الشباب عن تطلعاتهم وآمالهم وتمنياتهم لمستقبلهم، بعد أن فتحت لهم مبادرة الجيل الجديد أبواباً من الطموحات والأحلام يمكن تحقيقها. أنا هسألك سؤال يا حبيبة، إيه الحلم اللي كنت بتحلميه زمان قبل ما تتنقلي الأسمرات؟ كان حلمي قبل ما أجي الأسمرات، كان حلمي دايما ان انا زي ما بشوف في التلفزيون مثلا اولاد بيروحوا نوادي كده، فكان حلمي ان انا اكون مشاركه في نوادي قصر ثقافه الكلام ده. فلما رحت حي الاسمرات كان الكلام ده كله متوفر. ايه يا خالد اللي اتغير فيك وانت حاسس ان وجودك في مبادره كلنا واحد غيرك وخلاك تبص للدنيا بشكل مختلف؟ المبادره خلتني عندي طموح. بتقعد على الفيسبوك كتير يا خالد؟ شوف ناس بتهاجم بلادك أو بتهاجم مؤسساتها. أيوة بشوف، بس أي بني آدم هتقابله مشاكل في حياته، المهم إن هو يعافر. مهم إن هو يعافر، ما يهموش كلام الناس. بداية المبادرة كنا حاجة ودلوقتي بقينا حاجة تانية خالص. علمونا إزاي نتعامل مع الناس ونحترم أسرتنا ونحترم بلدنا، ولسه في طموحات جايه كتير قوي. تعلمنا من مبادره حاجات كتير قوي، تعلمنا الاراده والتحدي وازاي نخاف على بعض. شفت في مبادره الجيل الجديد اللي بلدنا بتتطور للاحسن واحنا بنتطور معاها. شهدت الاحتفاليه حضورا من عدد من الفنانين والاعلاميين وخبراء الموارد البشريه الذين اثنوا على المبادره وما لمسوه من تغيير في هؤلاء الشباب خلال مراحل المبادره. مبادره كلنا واحد جيل جديد، ثلاث سنين النهارده بنحتفل، مولود جديد بيولد أمامنا جميعاً، بنشوفه إحنا شهداء على هذا الفكر، على هذا التطور، على هذا البناء العظيم. وليس المقصود بالبناء البناء المعماري فقط، ولكن بناء العقل. شفت قد إيه هناك فكر متطور، هناك لغة أخرى، هناك شباب جديد، جيل جديد فعلاً. فأنا يعني بتقدم باسمي واسم كل فنانين مصر بكل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة الجيل الجديد. أجمل كلمة سمعتها النهاردة، إحنا ما كانش عندنا أحلام قبل ما نروح المناطق الحضرية، وبقى عندنا أحلام الحقيقة مختلفة. بيشتغلوا، بينتجوا، بيتعلموا، بيجوا هنا بيشوفوا بلدهم. دي الناس إن الحقيقة ما يتخافش على الوطن طول ما تفكيرهم بهذا الأسلوب. قدرنا إن إحنا نسجل نجاح كبير جداً في شخصية الشباب دول. متخيل قد إيه الشباب دول قدروا يتطوروا تعليمياً وسلوكياً وأخلاقياً. مبادرة إيجابية، مبادرة بناءة، مبادرة بتهدف لخدمة الإنسان، لأن بناء الإنسان وتطوير الإنسان ووضع مفاهيم جديدة للشخصية المصرية اللي تواكب الجيل الجديد وتواكب الجمهورية الجديدة، هو ده اللي إحنا بنهدف ليه. أجيال طلع مصري جديد.
احتفالية استعرض خلالها الطلائع مواهبهم. أنا مصري بلدي، أنا مصري بلدي وأفتخر بترابها أرضي، وإن كان ما بيني وبينها نار هدوس وعدي، وهيجي يوم وتعرفوا قيمة البلد دي، بتحدى بيها الدنيا وأنا قد التحدي. شفنا في المبادرة إنجازات بلدنا العظيمة، وفخورة إن أنا جزء من المبادرة دي زي ما أنا مفخورة ببلدي اللي شفتها من خلال المبادرة. تعلمنا في المبادرة دي يعني تسامح لما زرنا المسجد والكنيسة في العاصمة الإدارية، وعرفنا إن هم بنوا في نفس الوقت، وعرفنا إن هي تكافل اجتماعي، وقد إيه مصر دي بلد عظيمة، وإن شاء الله إحنا نكون جزء من المستقبل ده. ضمن الأشياء اللي استفاد منها برضه من خلال هذه المبادرة الرائعة، زودت معلوماته، بدأ يبحث عن كل ما هو جديد في بلدنا العظيمة، غير سلوكياته. نفسه يبقى مثلا زي الضباط اللي هنا، اللي هو بيبقى جاي هو عايز بقى ان هو المره الجايه يبقى هو اللي مع الاولاد. في حاجات كتير شافها في البلد ما كانش يعرف عنها حاجه. عاصمة الاداريه يعني كدوهم اسبوع كل يوم كان بيوروهم مكان شك ومبنى شك. في حاجات كتير انا عن نفسي ما كنتش عارفه عنها حاجه، بس معانا في التلفزيون. الولاد صراحه اتغيروا كتير، لفوا يعتبر البلد كلها من محافظه لمحافظه، بيتفرجوا على المشروعات الجديده، الصناعات اللي بتعملها الدوله. صراحة الولاد بقى عندهم تغير في السلوك والانتماء والفكر، بقى بيحبوا بلدهم أكتر، كل مرة بينتظروا الزيارة الجديدة في المبادرة عشان يتعلموا حاجة جديدة ويستفادوا حاجة جديدة. كما كانت فرصة لتقديم فقرات فنية وغنائية لاقت تفاعلا من الجميع. شفنا حقيقي بلدنا بتكبر يوم ورا يوم، واحنا بنتغير حتى حياتنا بقت للأحسن، النوبة قدامنا بيظهر. شفت مجهود المهم اللي بتبذله وزارة الداخلية علشان تربطهم بالبلد أكتر، توريهم الحاجات الإنجازات اللي بتحصل على الأرض. أبدأ أهيئهم إن هم يبقوا نماذج في المجتمع، نماذج قوية، نماذج مفيدة. سعيد إن أنا موجود النهاردة، وسعيد إن أنا شايف التطور ده اللي بيحصل في الشباب. يعني أنا شفت البدايات بتاعتهم كانوا بيفكروا إزاي، وبعد كده لما حصلت المبادرة دي ودخلوا فيها دلوقتي بيفكروا إزاي وتفكيرهم كله اتغير. يعني إيه بيعرف يتعامل؟ بيعرف يتعامل في التكنولوجيا، بيعرف يتعامل في كل الأضرار، بيتعامل بالأسلوب الراقي. في ختام الاحتفالية وجه شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة رسالة شكر وتقدير لرئيس الجمهورية. بابا الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا وزمايلي في مبادرة كلنا واحد جيل جديد بنشكر حضرتك إنك فعلا غيرت حياتنا وعملت لنا المبادرة الحلوة دي وخلتنا نشوف الدنيا بشكل تاني. المبادرة خلتنا نزور أماكن ما كناش مصدقين إنها حقيقية، وعرفنا إن كل حاجة اتعملت كانت مهمة لمستقبلنا، وإن هي دي مصر الجديدة. ده إحنا كمان بنغير أهالينا وأصحابنا. إحنا فكرنا إزاي نوصل إحساسنا لحضرتك، فكتبنا لك الجواب ده. إحنا كلنا بنحبك ونفسنا نقابل حضرتك لأنك أملنا في بكرة، وعلى إيدك نحقق كل أحلامنا. شكرا يا بابا.